أهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح ساوي أنا وأنتو رسمة المسننات، ديكور جديد للبدايات. إذا عم تعملي عمل من فوق أو من تحت، يعني بيطلع موديل جديد كله هيك اسمه مثل المسننات يعني، وكتير عم يعملوا منه لجاكيتات الأطفال أو الفساتين البناتي أو جاكيتات نسائية كمان بيصيروا، كلهم بيصيروا حلوين. فينك تعملي هذا البداية، وفينك تعمليها وحدة أمامية وحدة خلفية بتصير كمان. بلش أنا وأنتو، بسم الله. طبعا أنا مبتدية عدد، يعني مثل ما بتحطوا أنتو حطوا، هذا مع عدد مسطرة. يعني أول غرزة باخدها مثل ما هي، تاني غرزة إذا بدي أعملهم كلهم من هذا الموديل. أخذت أول غرزة، تاني غرزة صبايا من تحت الشغل بدي أخدها ولف الخيط وطلع بشتغل بعد منها. برجع الغرزة اللي بعد منها من هون صبايا بلف الخيط وبشتغلها، بشتغل بعد منها. بس اشتغلت البعد منها، انتبهوا صبايا، هاي الغرزة وهي الغرزة من هون، بس بلف الخيط وبرجعها، ما فيها شغل يعني. بشتغل البعد منها، اشتغلتها، مرق السنارة من هون، من هون الإبرة، لف الخيط رجع. مشتوا صبايا، هاي الابرة وهاي الابرة وهون الشغل، بحطها من هون وبلف الخيط عليها كأنه بدي اشتغلها وبرجعها، بشتغل بعد منها، برجع هون باخدها من هون هيك، ما في شغل يعني. ها ليكوا صبايا، بس بلف عليها الخيط وبرجعها لفوق، بشتغل بعد منها. طبعا كلهم عم بشتغلهم اماميات. مثل ما شفتوا صبايا من هون هيك بشتغل، هاي برجع لهون، بتضاعفوا معي الغرز. طبعا بدكم تحسبوا هذا الحساب، إذا مبلشي أنا 20 بدي يصيروا 40. يعني غرزة مشغولة وغرزة بلفة بطلعها من ورا الشغل، بشتغل بعد منها. يعني ليكو سهلة صبايا، هاي الإبرتين، هذا الخيط. هلا بس بطلع بجيبها من هون بلف الخيط عليها كأنه بدي اشتغلها وبرجع على محلها، بشتغل هاي اللي بعد منها. اذا هيك حينتهي السطر تبعي. مثل ما شفتوا لفة من هون، لف الخيط رجعها من هون هيك، لفة خيط رجعها لمكانها واشتغل بعد منها، لف الخيط رجعها اشتغل. لآخر غرزة عندي هلا. طبعا ضاعفوا معي الغرز صبايا، هلا بيشتغلون كمان أماميات. إذا عم ساوي نفس المبدأ اللي شفته، بيشتغلون كمان أماميات. بس اشتغلتوها مرة وهيك أخدت إيدكن عليها بتحبوها، بتصيروا بتعملوا منها، تطلع مثل الموديلات اللي بتجي جاهزة.
إذا حابين تعملوا مثل ما حكيت إنه أطباق أمامية أطباق خلفية أو اتنين باتنين، بعد ما تخلصوا هذا السطر الأمامي تعملوه إذا ما بتكون هاي البداية. مثل ما شفتوا صبايا بتصير كلها هيك مثل زكزاك أو مسننات، بعدين بتضلوا بتشتغلوا قد ما بدكم فوق منها الحرف اللي حابين تعملوه، عرض اصبعتين اكتر. انا عم بعمله كله امامي، انت فينك تعملي مثل ما بتحبي، مثل ما قلت لكم شو حابين تعملوا. يعني هاي هي الرسمة، رسمتنا حلوة وسهلة، تغيير للموديل القديم. للبيبي كتير بتطلع حلوة اذا عم تشتغلي بسنانير دائرية وبلشتي القبة من فوق عملتي لها هذا الديكور، بيطلع كتير حلو. هاي هي رسمتنا صبايا، وضحت عليكم كيف صار الحرف ما مثل ايام زمان. ان شاء الله تكون عجبتكم وشتوها سهلة معنا صعبة، واهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم.